في نقطة نظام كنت طالعة بنت بدوية من سينا، الموضوع ده كان بالنسبة لك أسهل ولا أصعب علشان مش بتتكلمي بقى المصري العامي اللي احنا بنتكلم بيه؟ لا يعني كله صعب وكله سهل بنفس الوقت. ازاي؟ يعني كل شيء صعب بالبداية لحد ما تتدربي عليه بصير سهل. يعني اللهجة، أنا بحب اللهجات كثير، بحب التنوع. أوكي للمايك؟ لا المايك ما تحطيش الناس تعرف. طيب اللهجة السينوية قريبة شوية للهجة مثلا البدوي السوري؟ قريبة للبدوي السوري. أنا تعلمت كمان لما اشتغلت بدوي سوري أول ما دخلت الفن، كنت مرعوبة مرعب مو طبيعي. واعتذرت، قلت لهم باي باي، أنا ما أقدرش وكذا. بس بعدين دربت، وانا بنت مجتهده جدا، بحب اني اشتغل على حالي، بحب اني اجتهد على كل التفاصيل لانه الفن هو تفاصيل. فبشتغل على اللهجه شو ما كانت، ان شاء الله تعطيني لهجه من الصين ومن وين ما بدك، بظبطها مع الاكسنت مع كل شيء. طيب يعني مذكرات سيئه السمعه مسلسل انتهى خلاص وخلص وتشاف كل حاجة، لما كنا بنتكلم معاكي قبل المسلسل ما كنتيش راضية تتكلمي لسه المسلسل عايزة. والله حكيت، كنت دايما كنت احكي. طب انا هقول لك حاجة، احنا طبعا كل الناس عرفت ان كان في مشاكل بينك وبين لوسي على اسم التتر، على البروموهات اللي كانت بتنزل، على ان كان في مشاهد انضافت للوسي وانت حسيتي انها مشاهد ملهاش يعني معنى او مش هتضيف شيء للعمل. هل الحاجات دي كانت موجودة فعلا؟ وعايزة اعرف بقى منك اكتر. شوفي، يعني نحن حكينا كثير بهذا الموضوع واخذ حده وزياده، بس رح اقول باختصار شديد اللهجه انه انا ولوسي بوجه لها تحيه كمان اكيد وبقول لها مساء الخير، اكيد ما صار شيء بيني وبينها نهائيا. صار شيء وراء الكواليس، بحيث انه انا لما عرفت انه في مشاهد مضافه للعمل انا قلقت، وهذا حقي اني اقلق، لانه سمعت انه في 100 مشهد، 100 مشهد يعني العمل خرب، يعني العمل 100 مشهد، هذا اللي سمعته بالبدايه، وبعدين صاروا 60 وما بعرف شو. فاكيد انت لما تضيف في على الهوى مشاهد على عمل اوريدي طويل، اوريدي فيه مشاهد كثير وفيه خطوط كثير، اكيد في شيء حيجي على حساب شيء. اوكي، مش على حسابي انا، على حساب العمل ككل، هذا طبيعي طبعا. وثانيا التترات، ايه يعني كنا متفقين على شيء بس تزبط بطريقه معقوله ومشي الحال، اكثر من هيك ما صار الحقيقه. اللي قال شدوا شعرهم يعني بالشوم يعني، واللي قال انه طردوا بعض من اللوكيشن وانا ما بقعد، اذا هي ابدا ابدا ما صار شيء، اشتغلنا مشاهدنا بكل حب وبكل احترام، ومشاهدنا عدت ببساطه وما في اي شيء، اصلا كلهم اربع مشاهد يعني اجتمعنا مرتين بكل المسلسل. بس يبدو انه كان في حدا يستفيد من هاي القصة وعم يعمل بروباندا للعمل، يعني اشتغلوا على الإشاعات وعلى المشاكل، دعاية للمسلسل، على المسلسل واستغلوا فرصة ان في نجمتين لقوا في جو انه بتصدق برا لوسي وسوزان، يعني ممكن فاشتغلوا على الموضوع هذا، فكنت انا اخر من يعلم. طب احنا كنا بنتكلم عن مسلسل نقطة نظام وقلتي ان يعني كل اللي فيه كان وحشين الجامد جدا. احنا معانا الفنانة الجميلة هياتم على التليفون. الو الو مساء الخير، ازاي حضرتك؟ اهلا، ازيكم؟ منورانا بصوتك. ميرسي يا حبيبتي، وسوزان منوره الدنيا. ميرسي يا قمر، اخبارك ايه؟ وحشتيني. وانتي يا حبيبتي وحشتيني جدا. وانتي يا سوزي قوي، ميرسي على جمالك وعلى معايدتك عليا وذوقك الجميل. يا روح قلبي، انتي بحبك قوي قوي. الفنانه هياتم، يعني احنا دايما بنسمع زي ما كنا بنتكلم كده عن مذكرات سيئه السمعه، ان اي ممثلات وحلوين كده يبقوا مع بعض في عمل واحد لازم تحصل مشاكل، بس ده ما حصلش في نقطه نظام. مش اي حلوين. يعني احكي لي عن، يعني هل ده بتفرق كواليس العمل نفسها؟ مثلا الناس اللي حواليكم هم اللي بيقولوا الكلام ده، ولا الاشاعه بتطلع منين؟ لا بصي، اي اشاعه بيبقى فيها جزء كبير من الحقيقه. انما احنا هنتكلم بالنسبه لتجربتي مع سوزان. اولا ست جميله جدا على المستوى الانساني، قد ايه ذوق وقد ايه لطيفه جدا وقد ايه ملتزمه، وقضينا وقت جميل فعلا، انا استمتعت بالشغل مع بعض، وكانت كواليسنا جميله جدا جدا جدا. فما ده واضح حضرتك بتقولي انها بتسال عليك لغايه دلوقتي. جزء كبير قوي من الحقيقه. بتقولي ان الاشاعات فيها جزء كبير قوي. تجربتنا الحمد لله يعني كانت جميله، وانا عن نفسي اتمنى طبعا اني التقي تاني بسوزان. شرفني. انها فنانه جميله وفنانه كبيره وملتزمه وعشرتها حلوه قوي. ميرسي يا روح قلبي، وانت جميله جدا جدا جدا، وتوحشتيني قوي. وانت يا حبيبتي موت.
سلامي لكل العظماء ان شاء الله نلتقي قريب يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك ومنوره مصر يا سوزي. منوره بك يا عمر يا مرايا. حلو ده بيتدلعوا بعض. سوزي كلميني كلميني ضروري ان شاء الله. والنبي ابعتي لي اس ام اس التليفون بتاعي ضاع. خلاص سيبي حضرتك في الكنترول. هسيبه في الكنترول ان شاء الله. اوكي شوفي قالت انه في جزء كبير دايما الاشاعات فيها جزء كبير من الحقيقه. صح هذا الحكي، بس نحن الحقيقه كانت بتنطبخ جنب المسلسل مش من المسلسل. ما انطبخت عندي. اوكي يعني في مين عم بيقوم بهالاشاعات هي، في مين عم بيساويها، بس فعلا فعلا حقيقه يعني لو كان في مشاكل ليش حتى ما اقول؟ لو صار شيء بيني وبين لوسي ليش حتى ما اقول؟ طب انت يعني شايفه ان هي غلطه وخلص يعني فعلا ما صار شيء. طب انت شايفه انها بتبقى غلطه مين؟ هل غلطه جهه الانتاج ولا الاخراج اللي اضافت ال 100 مشهد اللي اختلفوا في موضوع كتابه الاسامي على التترات؟ الله يعني ينور عليكم وعلى الجماهير. راح طلب وراح وافتكرنا. انا بفتكر دائما الشغلات الحلوه كثير وبفتكر سلام للدكتور خالد بهجت، كثير اشتقت لك واشتقت لبني ولا عن جد لكل الكاست بيطيروا العقل. نحن عملنا صداقه بتطير العقل بالمسلسل. يعني صرت لهلا نحن متواصلين على التليفون مع الجميع. متواصلين معهم لما كانت احداث مصر لما صارت احداث سوريا وحتى من غير احداث متواصلين مع بعض. لما بيجي لهم بحكي معهم بيحاكوني على طول. فهذا الشيء المهم. نحن طلعنا بصداقه حقيقيه وطلعنا بناس والانسان هو واضح اللي بيستمر. انت بعد كل عمل بتهتمي انك تطلعي بصداقه. بيهمني لانه الانسان هو الحقيقه الوحيده بهالدنيا. هو اللي بيعطيك الغنى النفسي والروحي لحتى تستمري. صح. طيب بنتكلم عن مذكرات سيئه السمعه، عايزه اعرف تقييمك للتجربه زي دي. يعني انا بصراحه يعني ماشي الحال. ماشي الحال منيحه يعني. كنت بتمنى تكون يعني الظروف اللي مرينا فيها ما كانت سهله. اشتغلنا بظروف كثير صعبه. منيح يعني وفقا للظروف اللي اشتغلنا فيه منيح. طيب نروح مع المشاهدين ونشوف تتر كليب لمسلسل مذكرات سيئه السمعه ونرجع مره ثانيه نكمل حوار. صباح الشر ماليكي